شكلك بتذاكر وهتقفل. طب انا كل يوم الكلمتين دول بيتقولوا لي وفي الاخر بطلع بشايل ماده 2 3. لا لا خلي اخويا يتكلم شويه عشان عيال. لا اتفضل يا باشا ما تصحش والله. لا والله ابدا والله العظيم ابدا والله العظيم ابدا والله العظيم ورب ابدا النعمة يا عم ما تخضربك انت بدل ما تشرب ما تحصل يا عم. اتفضل يا باشا اديله الكلام. Are you listening? Damn. نفسك تبقى ايه بعد ما تخلص؟ اي حاجه غير محامي. اي حاجه في الدنيا غير محامي. انت حقوق؟ انا حقوق بس مش عايز اطلع محامي خالص خالص. صوت حلو. انا ممكن اقعد في البيت بالجلابيه وعادي لحد ما تيجي بنت الحلال بتطلبك من اهلك. ما ده الجديد حرامي. وانت اللي هتطلعه. كلنا مع بعضنا في الهوا سوا. تاكلوا عيش بعض يا ابو. بص انا نفسي ابقى ديلر كبير بس ما نفعتش يعني. وانا عايز ابقى يعني. انت يعني انت ايه يعني؟ انت جاي تحبسني يعني حقوق وهتحبسني؟ يا عم يعني لا مش هيحبسك. ده هو كده اللي هيدافع عنك هياكل عيش يا حبيبي. انت فهمت غلط. ده كل عيش. انا كان نفسي في بدايه السنه ان انا ابقى مستشار. دلوقتي يا رب ابقى محامي ان شاء الله باذن الله. نفسي اكون حاجه كويسه. ايه كان نفسي ابقى ايه؟ كان نفسي ابقى نفسي وابقى بيبو بي ومعايا فلوس كتير. كم؟ 30,000 جنيه سايس كده. وابين عشان نحكم باب الشعريه يا ابله. تعالى يا ابله باب الشعريه. لا ده كده مش سايس، ده كده تباع. يبقى هو تباع. انت عايز تبقى تباع؟ اهو يعني هدفي والله. انت تباع. تعالى يا ابله فاضيه باب الشعريه فاضيه. يلا ينفع؟ ينفع ينفع صح. موهوب. بيقول لك بقى دايما ان اللي ناوي يشتغل حاجه دايما حاطط خطه بديله. وصل المهم بقى. مين اللي بيقول لك؟ انا اللي بقول لك. السؤال الثاني، فين الخطه الاساسيه عشان يبقى في بديله؟ الخطه الاساسيه نلعب بخطه 4-4-2. اكيد في واسطه وهنشتغل. ما عنديش ولا خطه فعلا. لا اساسيه ولا بديله. ولا بديله ولا اساسيه ولا احتياطي ولا اي حاجه. جزمجي جزمجي جزمجي. سواء توك توك انت. اي اي حاجه تجيب فلوس. نويت بقى ان انا انهي كده. كفايه فاهم؟ كفايه ايه؟ كفايه احلام. كفايه حياه. كفايه حياه. ليه كده يا اخي؟ ليه كده ايه؟ بأمانة ربنا انا مرتب لحاجه كبيره يعني. انا لو ما بقتش حاجه اللي انا عايزها وطلعت اتخرجت من هنا واشتغلت انا هقعد في البيت. فشلت في خطه علي ان شاء الله هنكون اسكر. اسكري اسكري يعني جندي يعني. مش فاهم عليه جندي ولا ايه يا عم؟ نقول لك ايه عشان تفهم عليه؟ والله العظيم والله العظيم. Are you listening? Damn. Yeah.